تلاقي دكتور، مهندس، نجار، حداد، ناس ما عندهم مهنية. لا، هي للكل. هلا شو الميزة نحن اللي عم نعملها من هذا الموضوع؟ أول شيء أنت وقت تكون عندك توثيق لصفحتك فأنت شخص صرت معروف، يعني أنت مالك فيك، مالك شلون بيقولوا فيك، يعني مالك شخص هيك واحد مثل واحد عامل صفحة مثلا، ممكن رجال وعامل صفحة بنت، أو بنته عامل صفحة رجال أو كذا. لا لا، مجال، يعني بمعنى لا مجال للصفحات المزيفة على ميوزي مور. تماما، هي هيك بالضبط. شغلة ثانية، نحن عم نعمل لك توثيق لمستواك المهني، فهذا بيفيدك. يعني انا مثلا انا بدي اشوف، لنقول دكتور، بفوت بحط فيه، لانه في عندنا شيء اسمه جوب، بتفوت انت بتدور بتبحث عن دكتور مثلا باختصاص قلبيه، فبيبين معك مكتوب هذا موثق معروف، ما له دكتور فيك اي شيء، وحده مكتوب انه هو بروفيشنال، هو محترف. كيف ستتأكد من هاي المعلومات عبود مشان ما يصير في صفحات مزيفة؟ اوكي، يعني لغط. أنا يعني اوكي كيف بده يصير عندي تأكيد؟ اوكي يلي بيحب يعمل توثيق او يعمل مستواه المهني بده يقدم وثائق، في وثائق نحن بنطلبها، طيب، بدها تكون وثائق. يعني بس أنا عم بحكي إذا ما بدي أقدم وثائق وما بدي أثبت ما وجودي في ممكن، الصفحة. ما ممكن نعمل له توثيق اكيد اوكي، عشان انا فهمان مصداقية. عليك، بس ممكن اي حدا يعمل اي صفحة، يعني يعمل صفحة باسم مستعار، ممكن؟ يعمل اللي بده اياه، يعمل اللي بده اياه. هذا المشكله امجد، الانترنت والسوشيال ميديا انت فيك تعمل بدك اياه، بس احنا عم نحاول نضبط هذا الموضوع. يعني انت ممكن، انا ممكن احط هلا صفحه اسميها سود العيون، اوكي، بس انا ما نحن كميزي مور ما لنا مسؤولين عنها، انت طيب ما اوكي، فيك تكون مسؤول عن الانترنت. نحن صفحة نور العيون ما راح تكون مؤذية، بس نحن مشكلتنا مع المنصات الاجتماعية الأخرى إنه كان في